القرية والتاريخ. رجعوا اللور الاخوان الله يرحمكم، رجعوا اللور رجعوا اللور يلا يلا اخويا يلا ناجي ناجي ديك راك بعيد المغربية بلاتي اخويا بلاتي خويا الله يرحم الوالدين خويا الشاب مسار الرياضي في امتياز نذكر منه الحاج الحميدي ثم نور الغزواني لاعب السبعينات لاعب 76 الحضور ديالك عبد الرحيم اليوم حضورك جمعيك يا اخوان وهذه مناسبة كبيرة وكانت تمنيت تكون كبر من هكايا والفضل كيرجع للسي بالمنصور لولا السي بالمنصور كلشي نساه لا الرجاء ولا جوج الشباب ولا ولكن سي سعيد بالمنصور كذا كعادته دائما وراء الرياضيين وخاصه اللي في الحاله المجهيه هذيك تيدخل وتيجري وتضيع وقته هذا وتنتمنى على هذا الشيء ما يكونش غير السي بالمنصور ما كاينش بوحدو في المغرب كاين مسيرين كاين جامعه كاين ولكن للاسف اللاعب المغربي لما تيسالي ما كاينش رد الاعتبار بحال عبد الله ماشي غير الحاله ماشي هذيك ولكن الرجل مشات ليه من سول وانت قطعت له الرجل وما كاينش اللي شاف فيه ما كاينش اللي حل منه هذا الشيء كيألم الله يحفظك شكرا سي عبد الرحيم سي سعيد باش تجي المبادرة ديال اليوم هي تكميلة للمبادرة الأولى اللي قمتوا بها مؤخرا تكميلة لأنه أساسا كانت ذاك المبادرة الجميلة النبيلة اللي كان وراءها الأخوين بتي عمر وسي سعيد النصيري الفنان الكبير واللي أفضلت والحمد لله إلى أنه يعني تمكننا جميعا باش أن نوفروا لعبد الله سكن لائق لأنه يعني كان مسكين محروم من السكن وكان لابد باش تبعها شي مبادرة ولا شي شكل ديال المباراة لأنه الحفل اللي كان حفل موسيقي فني ولكن لابد ما تكون شي مباراة وجاتني الفكرة هو أنه نجمع ما بين قدماء نجم الشباب اللي لعب معهم عبد الله والقدماء ديال الرجاء البيضاوي اللي لعب معهم عبد الله حنوش وهما تجمعوا اليوم فالرحاب ديال هذا المركب المدرسه ديال رحال وسي الحاج عبد الواحد رحال اللي ما حضرش معنا لانه هو في إسبانيا. رحله لاسبانيا يعني ما يمكن لي الا نبلغ له ونقدم له الشكر ديالي على ان ديما توفر لنا هذا الفضاء الجميل باش يعني يا الاجيال الحاضره تعرف بانه راه الشباب راه كان واحد فرق كبير وبانه كان فيه لاعبين كبار من الطينه ديال هادو اللي حاضرين اليوم ولا سي عبد الله حموش ومع الامنيه ديالي بطبيعه الحال هو ان هذا الفريق يرجع للمجد ديالو انه يرجع من جديد لقسمه الاول مع متمنياتي بالتوفيق للمكتب المسير الحالي نتمنى انه يعني ما يطول شيء بزاف في الصفوف او في الدرجه الثانيه ولا في الاول وحنا عند الخدمه فكون محتاجين حنا موجودين شكرا الوطني قبل بدء
حتى انطلاقة المباراة بعد النشيد الوطني. سير عبد الله سير. سي عبد الله. سير عبد الله. يلا سير 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 الوطني سير سير الله يحفظك وصاحبنا مجد شخوة كل لاعبين يلتحقوا من العدد سي حمادة تحية للنشيد سي حمادة ما جاش شي حاجة ما عرفت والله ما عرفت كان عيط عليه سي حمادة ما كيجاوبش ربما شي عنده شي راه تيتاكل معنا الحوت الصفار النشيد الوطني للمملكة المغربية إذن مع تشكيلة فريق نجم الشباب البيضاوي في حراسة المرمى إسماعيل رقم 11 يوسف أحمد رقم 6 عزيز بوعمود رقم 9 عبد الرحيم حسني رقم 4 حميد مازيلي رقم 13 سعيد مازيلي رقم 2 مجاهد عبد الرحيم رقم 5 خالد جمال رقم 16 شادي حميد رقم 3 ابراهيم عطاوي التجاني رقم 17 مسطرة رقم 8 رفيق عبد الحكيم واللاعب الدولي هدم تشكيلة فريق نادي الرجاء الرياضي في حراسة المرمى المريسي أسامة مصطفى الصفوي سعيد صديقي سعيد رابح نور الدين مراسي تي عمر العمري هشام الوزاني محمد خباش مصطفى خالد حكم المباراة الحكم الدولي السابق محار محمد مساعد عبد العزيز مسناس وسلمات ايوه يلا يلا بالون يا
إذا السي عبد الله حموسة يعطي انطلاقة المباراة. إذا فعلا أعطى اللاعب الدولي السابق عبد الله حموش انطلاق المباراة التكريمية التي تشبع فريقين بيضاويين، فريق نجم الشباب الرياضي وفريق نادي الرجاء الرياضي. شكرا لكل لاعبين. واللاعب يعود المرة اسمه الصديق يا سادة. إذا الأجواء جميلة وجميلة لصالح وانا بنادي تكريمي لعبد الله حموش نجم الاطوال والنجم الذي مر من الرجاء، الرجل الذي ودع الحياه، وهنا تكريما وتقديرا لهذا اللاعب اعطى شيء كثير للكره المغربيه. ونشكر اصحاب الفكره والمبادره وقوه الرجاء مره ثانيه من لاعب عيدانو، اللاعب الذي لعب ليفار، لعب مع المنتخب المغربي، الان يدرب المنتخب بمدرب ليفار الكرة النسوية ويدرب السود الأطلس. يا شباب تاني اللي بدأوا مع الناجم الشباب أحمد بن عبد الوهاب أحمد الجول أحمد بن عبد الوهاب Thank you.
اخوة اللاعبين تهنات منكم الله يخليكم تصبروا علينا لانه جبناكم مباشرة من الرقعة ديال الملعب عوض المتواضع الملابس، ولكن ضرورة احكام خصنا نقوم واحد العملية ديال توزيع ديال الكؤوس وبعد يلي حط الشاي. الاخوة الاعزاء، المناسبة هو يعني مباراة تعاطفية مع سي عبد الله حموش اللاعب المتعلق في صفوف نجم الشباب البيضاوي والرجاء البيضاوي وأندية أخرى، ولكن هو برز في نجم الشباب في الرجاء. شاءت الأقدار أنه يعاني الآن من حالة صحية متدهورة، ولكن نتمنوا له جميعا يعني أنه إن شاء الله يعني ربي يخفف عليه شوية هذا الألم، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر يعني باش يعبر له على أنه راه عبد الله حموش ما تنساش، عبد الله حموش باقي في الذاكرة باقي في القلب. اللي بغيت نذكركم به هو أنه هذه المقابلة تجي كمبادرة تكميلية لمبادرة أساسية اللي كان وراءها بتي عمر. فين هو بتي عمر؟ الله يخليك بتي عمر. فين هو بتي عمر؟ بتي عمر مشاعوم. بتي عمر واخا في الغياب ديالو بغيتكم تصفقوا عليه، الله يخليك بتي عمر. وسي الفنان الكبير ديالنا سي سعيد الناصري، وشيئا ما جمعية الرياضة والصداقة في شخصي هذا العبد المتواضع سعيد بن منصور كانوا وراء واحد الحفل اللي أفضل إلى توفير واحد الشقة واحد المسكن اللي عبد الله حموش، والآن الحمد لله راه عنده المسكن ديالو في مدينة مديونة. بتي عمر، بتي عمر أجي راك مطلوب، الله يرضي عليك. روشيرشي راك روشيرشي قول لي راك مطلوب. وكدت انه نطلق عليك عمي ادريس الاختصاصي في الابحاث وهذا باش يجيبك، ولكن انت جيتي تلقائيا. كنت نتكلم عليك وعلى سعيد الناصري وشيء ما سعيد بن منصور على هذيك المبادره النبيله اللي كان من وراءها انه وفرنا جميعا سي عبد الله حموش واحد سكن، ولكن في رياضه وصداقه وانت من ابرز العناصر ديالها انه نساعدوه
كما سبق هي يعني من ما المستلزمات ديال الشقه. فهذه المباراه كانت على الاساس، وهذا ستشوف بانه الحمد لله الاصدقاء ديالك ان حضروا بكثافه، المقابله كانت شيقه، ما تتمش النتيجه بقدر ما تهم انه يعبروا لك بان راهم نساوكش راهم جاو. بل واحد جا من امريكا، تصور هذاك الشويطين ديال عبد الرحيم، فين هو عبد الرحيم؟ كانت المقابله غادي تكون هذه واحد 15 يوم، ولكن ما سمع عبد الرحيم عيط لي من امريكا قال لي المباراه ما تكون الا اذا كنت حضرت، عطاني اوامر امتلكت الاوامر ديالو. هذا كل حبا فيك السي عبد الله، فين هو؟ هذا مشى الامريكان، وتتصوروا بانه الابن ديالو تيلعب في لاين بي الباسكيت، بانه فيه جوج متر تبارك الله تقريبا، يا كاينه يا عبد الرحيم. يا عمر الله يخليك، بغيت بالمناسبه كاين قدرنا نوزعوا الكؤوس، كاين واحد الدرع ديال جمعية رياضة وصداقة مهدى، هو كان علمني قال لي بأن حضر معنا، مع كل أسف ما جاش لأنه عنده شي غلط مدينة الرباط. سعيد الناصري تلتحق منا تنويه والإشادة، هذا الدرع ديال جمعية رياضة وصداقة كنا نسلموه له ولكن ما حضر شيء، غادي نطلب من سي عمر الرفيق ديالو الصديق ديالو انه هو اللي وصلوا له، مع التحيات ديالنا ومع الشكر ديالنا لسعيد الناصري. شكرا. والان كنجرو المباريات في رفع الستار ديال الصغار ديال النادي البلدي اللي تاهي يشرف عليه سي خالد الشاكي. فين هو خالد الشاكي؟ عبد الرحيم الشاكي وسي نهان، يعني هما حاضرين معنا. كانت المقابله الاولى ديال اقل من 12 سنه ضد الفريق ديال المحتضن ديالنا الان اللي استقبلنا في هذا الفضاء الجميل، ودائما تيكون معنا كل ما طلبنا الى وتيكون حاضر، الا وهو الحاج عبد الواحد رحال اللي تنشكروه، ولو انه راه غائب تنشكروه ونتفقوا عليه بحراره. مشى مع الفريق ديال اللي اقل من 13 سنه، مشاو شاركوا في واحد الدوري في اسبانيا برشلونه، وخبرني قبل قليل بانه لعبوا ثلاثه المباريات ديالهم، لعبوا ضد ريال مدريد وضد بارسا، وشي نهار غتسمعوا بانه فريق او مدرسه رحال تكتسح افريقيا او اوروبا او امريكا، وهذا يعني هذا شيء جميل، لانه وراء واحد المجموعه ديال الاطفال تنتميو لفئات يعني شعبيه معويزه، الله يجازيه بخير. فاذا بالنسبه للمقابله الاولى، وسمينا هذا كأس الرياضة والصدقة، ماشي جمعية الرياضة والصدقة. رحيم. كأس الرياضة والصدقة. غادي نعطيوها للفريق ديال رحال ديال أقل من 12 سنة اللي كانوا حاضرين معنا قبيلة. يتقدموا الله يرضي عليك الرئيس أو عميد الفريق ياخذ الكأس ديالو. رحيم. أقل من 12 سنة. سي عبد الرحيم. هو احد المشاركين والمؤثرين ديال الدراسه فرحان، غادي ياخذها باسم الاطفال اللي اقل من 12 سنه، وثاني هو الفريق الاخر ديال النادي البلدي، غادي نطلب من سي نهان باش يتسلم الكاس. هكا. اما المباراه الثانيه فجمعت ما بين اقل من 15 سنه، وتبانوا فيها لاعبين اللي تنظن بانه غادي يمثلونا ان شاء الله الى ما كان في كاس افريقيا المقبله، كاس افريقيا اللي من بعدها، وعلى شكل بانه لاعبيه زوينين، وحال الوقت باش نبداو ناخذوا اللاعبين من عقر الدار، ياك لاخ زواني؟ سافرت في كاس العالم في 70، واش كلكم كنتوا تلعبوا في اوروبا؟ طاس في اوروبا حتى هي لا؟ وجي الجبلاكي حتى في اوروبا؟ لا؟ المغرب والله يعطي باش ساعه باش نشوفوا العايبيه ديالنا
ديال المغرب تيمثلونا في المحافل الدوليه. واذا غادي نطلب من الفريق الممثل ديال الفريق ديال سيمس ديال 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 سيمس باش يجي ياخذ الكاس ديالو. هاك سي الاخ العزيز سي حميد هادو اللي عقلوا 15 سنه. عمر تكلم على ثم الكاس للفريق ديال الرحال اللي عقلوا 15 سنه يتقدم اللي غادي ياخذ الكاس. عاود هذا الشاب الجميل شوف تبارك الله الاناقه وشوف اللياقه البدنيه. الله يكمل عليكم بخير تنشوفوكم في الفرق الكبرى المغربيه ان شاء الله. وهنا واحد الكاس هذا الكاس ما هيش كاس افريقيا ولكن انا اعتبرها كاس افريقيا. علاش؟ لان غادي ياخذها واحد السيد باسمكم جميعا راه عزيز علينا بقدر ما بغينا كاس افريقيا بقدر ما تنبغيو جميعا عبد الله حموش. هذا الكاس غادي يسلم عليه غادي يسمى عليه السي محمد البصير. علاش؟ لان محمد البصير كان عنده واحد الفضل كبير في التالق ديال عبد الله حموش. السي محمد البصير لما كان تيدرب فريق نجم الشباب هو اللي اكتشف فيه مؤهلات ديال مهاجم فحوله من المدافع الى مهاجم حتى اصبح عبد الله احد الهدافين ديال البطوله الوطنيه. باسمكم غادي نعطي سي محمد باش يدي هذا الكاس لسي عبد الله حموش حتى التصفيقات ديالكم. مولين سي عمر سي سعيد. بالمناسبه لا يسعني الا ان اشكر يعني كل لاعبين القدماء اللي حضروا الان وخدماء اللاعبين ديال عدد الفرق غير الرجاء ونجم الشباب. ونشكر كذلك اعضاء جامعيين كبار اللي ساهموا في تالق ديال الفرق الوطنيه في واحد العهد. واخص بالذكر التحق بنا واحد المسلم كبير الا وهو السي محمد مفيد اللي رئيس جامعه تنس رئيس جامعه الهومبول وكاتب العام ديال جامعه كره القدم سابقا. سي مفيد تفضل الله يرضي عليك. مع التصويره يلا التصويره حدا بنيني اللاعب المتعلق بالفريق الوطني وفريق الرجاء سي صاحب الحيسه تذكرني بها سي صباح سي مهدي ملوك اللاعب ديال منتخب 76 سي صفار وتنخاف انه نسى لاعب الرزواني بطبيعه الحال وقدماء الحكام الدوليين سي المعطاطي وسي ناجيدي كذلك الصحفيين اللي حاضرين معنا بكثافه وعبد الغني احسن لاعب شفت عينيا ديال كره القدم المصغره واللي الان هو في الديار الالمانيه والتحق بنا وجا باش يشاركنا لهذا الحفل البهيج ديال التكريم ديال سي عبد الله حموش. عبد الغني تفضل. واللي نسيت نذكر الاسم ديالو تنطلب المعذرة وما تواخذونيش سي بنيني إلا كانت شي هزوة من طرف. وغادي نطمنكم الله يخليك أنه تلتحقوا بهذا الحفل الجاي.